على كبافيه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. الفقره الاخيره خلينا نقول احنا الجزء الاخير من ساعتنا الثالثه وقايه الاستشاره القانونيه اليوم تحت ربحنا لنا الاستاذ عادل المنفذ بسمه الحكيمي. اهلا وسهلا مرحبا استاذ. عسلامه نرمي. مرحبا بك. شكرا على الدعوه. شكرا لك. شكرا على قبول الدعوه. اليوم اخترنا الحديث على واحد من المواضيع اللي برشا ناس تعرضوا له المشكل هذا ومنهم انا الحقيقه، وهو القرصنه الالكترونيه والاختراق القانوني والتجسس. زيد شوي مزيان جرائم قريب هما برشا جرائم في جريمة. يعطيك الصحه نرمي. اي اليوم قلنا نتحدث على القرصنه الالكترونيه اللي هي جريمه تنظم برشا قوانين ولات نوفوتي في تونس، مش برشا معناها مش برشا جديده. نظم المرسوم الاخراني زاد حكى عليها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 في 3 سبتمبر 2022. قوي شوية. مرسوم مكافحة تتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. تحدث هذا آخره. فما مجالات الاتصالات قبله. زاد نظمت نوع الجرائم هذه. وأون فاسو ريفيري على مؤتمر التاسع صار اللي ورا سير المحاكم العليا في بيروت عام 2018. لقيت فيه ان بو دو تو شويه هكا للجرائم الالكترونيه الواقعه على الاشخاص في القانون التونسي. ساهم فيها الوفد التونسي وكان عند سباق معناها شويه معناها كان حتى كيش نقولوا قرارات تعقيبيه. ما نحبش نحكي في الفصول ماك تعرفني والقوانين تلمو هما برشا هوني ماشي كالعاده باش نمشيو نبسطوا في الاتجاه اللي هي المعلومه توصل خفيفه للصغير للكبير للرجل القانون غيره باش يكون الامر واضح باش نعرفوا شنو هو الجريمه هذه. وقتاش نجموا نقولوا كو هذه جريمه الكترونيه؟ هي الجريمه عموما لازم فيها اركان كيما تعرف تتوفر فيها اركان تولي جريمه. فما شو نقولوا نحن فعل ضار وفما معناها ركن مادي ركن معنوي فهمتوا علاقه سببيه بينهم ومصلحه معناها في انه تصير هالفعل هذا الضار. في الجريمه الالكترونيه يصير هذا معناها فما شكون متضرر وفما شكون معناها فما مجرم فما دافع لارتكاب الجريمه وفما ضحيه واللي نجم يكون هالضحيه شخص طبيعي ولا يكون شخص اعتباري كيما معناها يقصده هو اداه زاد مكان الجريمه. معناها كي نجم يكون شخص عادي ولكن فما شكون شخص نشوفوا احنا لهنا سوختو صاحب شركه صاحب مؤسسه شخص ما مشهوره دونك اليوم يتم مهني جوستومون صحفي مثلا صحفي كما صار لنا الجزء السابع الفعل حبيت انا نضحك يا اخي انت جوستومون هنا القانون يخو مجراه في كل شخص اليوم يتجسس ولا طبعا يخترق حسابات التواصل الاجتماعي لي ايا كان والقانون هنا يخو مجراه. استاذ اليوم القانون يطبق على المجرمين لانه اليوم المجرم مش كان باش تمشي تضرب ولا باش تقتل لا قدر الله ولا باش تعمل اي هكا رياكسيون كبيره ولكن حتى لو كان انت من دارك بتليفونك بالحاسوب نتاعك اوتوماتيكمون تنجم تتسمى مجرم في حالة هذوما. فما عقاب يظهر لي فما عقوبات وعقوبات كبيره يخافوا شويه هذوما اللي هاكرز نقولوا اللي المقرصن ولا المخترق ولا اللي يتعمد اقتراف هالجريمه هذه بشوفوا هي اسبابها شنو اللي عموما يكون الابتزاز الابتزاز هو السبب معناها الفلوس غايه ماليه ولكن ما يحب يكون ينجم يحب فقط يكتفي بالتنكيل بالضحيه نتاعو نسميوها ضحيه دونك هو معتدي باش نراو تعدي على الحرمه حتى الجسديه مرات كي يظهر له تصاور اللي هكرهم هو يقولوا احنا قرصنهم ولا اخترقهم ولا سلبهم ولا برشا مرادفات للعباره هي للجرم هذا عنده برشا نستعملوه عنده وعبد يعمل لك زاد في بروفيل باسمك بتصاورك دي باش فيسبوك صار هذايا وصار على الـ على البلاتفورم الكل نتاع فيسبوك شنو نكونوا امس لواقعي ديما كالعاده نعطيوهم صارت على البلاتفورم نتاع فيسبوك الكلكم تعرفوا ديرنيغمون اللي صار واللي خرج
خرجت الإدارة باش ما نسميش أنا شكون المدير كما سميت لك أنت، خرجت الإدارة متاع الفيسبوك وصرحوا وقالوا راهو تعرض 50 مليون حساب للاختراق. كانتوا تفكروا 50 مليون حساب للاختراق في العالم، في العالم في قداش الفترة؟ في عام؟ في في مش في عام، في ثواني اللي قصر في 28 سبتمبر اللي صارت. هذا عندنا معناها الريفيرونس باهي، المرجع موجود حتى على الانترنت تلقاوه. وعنا وصرح لي 40 مليون تمسوا مع هالاختراق هذا، تمسوا معناها فما 90 مليون عبر العالم هذوما اللي في هذا الكل اللي تضرر منه أباغ عطينا البلاتفورم تاع الفيسبوك. هذا حاجه من برشا حاجات كيما الاخرين، فما برشا ادوات وفما معناها فما برشا للاختراق واللي هي طولت شركات شركات مختصة في الجريمة هذية، وفما شركات سوداء منظمة للجرائم. دارك دارك هاكرز، دارك هاكرز اللي بار بالانجليزية، كيما فما الوايت هاكرز. انت مشيت بينا تري بيان للانواع نتاع هالقراصنة هذوما، هو القرصنة الهاكر هي القرصنة، والهاكرز اللي هو الفعل القائم بهالهاكر هذايا الاختراق. وايت بلاك والجراي الرمادي مثلا قرصنة، وكل نوع متاع قرصان هذوما القراصنة ولا هما أفراد ولا جماعات عصابات نسميهم عصابات فينا عصابات، وينطبق عليهم هنا كظروف في التسجيل متاع عصابة، مش كيف نشد هاكر فرد كيما نشدوهم هاكر زيت ونقولنا بالتونسي هاكر زيت هاكا عصابة. الصعوبة في الهذية معناها فما الصعوبة في الـ في الـ في الإثبات، ما هي جريمة قلنا. والمشكلة إنه جينيرالمون يكونوا شباب، هذا حتى في القانون الجن أي مشكلة كبيرة في تطبيق العقوبة. إذا شدينا مشينا بالكدا إحنا وشدينا المجرم وشد عرفناه شكون، وهذا صعوبة حتى متخفي، هي جريمة متخبية، جريمة لا مادية كما يقولوا. هالمجرم هذايا اذا صغير عقوبة مخففة شنو ينجم يصير له؟ هذايا فما عقوبة مالية وعقوبات بدنية اللي هي سجنية، نقولوا نحن بالسجن الردع يكون خطية مالية تتراوح بين 100 دينار في الفصل 96 تقام تسليت حتى للألف دينار فقط للمليون. لكن في المرسوم اللي وش ذكرناه من الأول هام العقوبات، وهذه مراوحة بين العقوبات في الـ في هذوما في القانون في التشريع التونسي نقولوا نستعمل نمشيو في القانون وما نطبقوش، ما نمشيو للعقوبة الأخف على خطر تكييف الجريمة صعيب، والحصول الجاني اللي باش نشدوه هو الهاكر هذا صعيب شدين متخفي من المتخبي، وإذا شديناه نكيف الجريمة خطر هي ترتبط ببرشا جريمة. السجن قديش تقريبا؟ من 6 شهور هو حتى للخمسة سنوات سجن، انت سلام بين المراوحة بين الزوز كما قلت لك بين الزوز هذوما خذينهم هما كاريفيرونس بين 6 شهور وخمسة سنين باش يفهم اللي المقرصن، لو حتى سهل صاحبك معاك في الخدمة ولا صاحبتك في المكتب ولا ما نعرف شو في الحاجة أو شريكة هكا حاسدتك ولا هكا تحب تشوف شو عندك في الفنجر مع شكون تحكي مراسلتك تنجم تعملها وتراه ينبشروها ولا نبشروا اللي هو راهو ينجم يوصلوا له، خاطر راهو اللي يقول لك الهاكر صعب صعب الاختراق الاختراق راهو ولا القرصنة راهي صعيبة باش نوصلوا لها، صعيبة نوصلها نوصلوا للجاني فيها راهو مش صحيح، معناها نجموا نوصلوا. وانا نعرف فاش نقول لك اذا شويه مجهود، هي راهي جريمه انترناسيونال جرائم هذيا معناها سور لو بلان انترناسيونال مش تونس كاع نحكيوا على بلادنا امريكا هي النمر واحد، نقولوا باش نعطيو شويه ستاتستيك امريكا هي الاولى في النومبر نتاع الهاكا بخلاف خنكملك المعلومه، هما 3 بلدان قلنا الاولى امريكا الثانيه تجي تركيا في نسبة الاختراق، الدول المعرضة أكثر للاختراق والثالثة هي روسيا. تونس ما ناش مصنفين ما نعرفش كيفاش في الهاكر، أما توا في المدة الخلانية فما معدل في 300 جمعية قامت بيه في 300 هاكر اللي هو متخفي ما أي
حبيت نعطي تفضل انت باش ما ننساش. مثل شو سؤال اخر اليوم نحكيو فيه، فما القرصنه مشكل للحسابات الالكترونيه فقط، فما شكون فما دي سيت سبيسيال كو يخولك تصاور ويمشي يخدم لك بهم افلام، يمشي يعمل لك بهم انا قرصنه قلتك هي متشعبه وطويل بالكل الموضوع وكبير وهام، ويولي لنا تشويه، تشويه السمعه، تشويه العبد عادي ولا كو مشهور لحياته ويمسخلو علاقاته. أي بيانسو ويمس من كرامته. فما حاجة اسمها الشرف، هذا كرسو حبيت نحكي شوية على دستور 2014 من عرش انتم معايا ولا لا، متنك هو غيفيرانس في اللي قلناه في المؤتمر التاسع استعملوه خاطر 2018 حتى في الدستور تو، حق في الكرامة، في شرفك في الكذا، شرف شنو سمعتك فيك تاخذ لي انت تصاوري وتنشرهم لي والكل فهمت وتستعملهم في غير موضحهم، وتعدي على الحرمة الجسدية، تعدي على المعطيات الشخصية، تعدي من برشا جرائم تحت هالجريمة هذي، تحت هالجريمة الكبيرة اللي هي القرصنة ولا الاختراق كما نقولوا نحن فهمت. وهنا قلنا معناها سا ديبون الزجر هذايا والعقوبات الجزائية نظمتها حتى مجلة المجلة الجزائية، وعندنا سيري نتاع معناها فما قرار التعقيبيه، فما برشا حاجات اللي هي ابارتير من 2010 باش نبسطوا من 2010، ولا فما اسمها جرائم الكترونيه نعتبروا الوثيقه الالكترونيه اللي هي كذا نجموا فهمت، فما قرارات سابقه اما فعليا وتم تدعيمها اكثر وفعليا ماذا بينا يطبق على الشيء هذايا. اما فما كروفار بين حريه الصحافه ولا النشر ولا الاعلام خاطر توسكي هو انترنت هذا السايبر وكل حاجات السرياليه هذه بالنسبه لهذوما الحاجات اللي هما عالم افتراضي من بين انه تدوينه مثلا هاو بلوغر عمل فهمت من بين نقولوا احنا الموجود والمنشود بين الحاجه المسموحه والحاجه اللي نحن تجرمنا نكتب في تدوينه وخايفه خايفه لا تكون مجرمه اي ما يلزمنا في قيود صح اليوم باش تهبط تستافي ولا باش تحكي في موضوع لايف دونك لازم فما شروط باش تعرف روحك شنو المسموح وشنو الممنوع. استاذ سؤال اخير بالنسبه لاي عبد كيف انا بار اكزومبل اللي تعرضت لعمليه قرصنه على زيد عاود مين ما سموش زيد عاود لازمهم باش كل واحد يعرف يحتاط جوستومون كل واحد يحتاط على خاطر جريمه قانونيه كبيره برشا عقوباتها. اليوم شنو هو الاجراءات اللي لازم يعملهم؟ بار اكزومبل انا كان نرمين فيسبوكية بيراتا قانونين اول حاجه نعملها نمشي كان مركز الشرطه نكلم عدل المنفذ شنو نعمل. هي برشا اطراف متداخله في في الحكايه، انت باش تتبع مدنيا باش تتبع جزائي فهمت، المدني خدمه العدل المنفذ ماني ديما انا شوي لا بور سا. دونك اول حاجه تعمل معاينه اللي تم اختراق هكا راهي نجموا زملاء يشوفوا حاجه اخرى. وهذا اللي صار في شخصك مش عندي انا يا جماعه المستمعين ما تقولوش مشيت للاستاذة بس محكيمي ما جاتنيش. وتعمل قضيتك اللي هي المدنية، هذاك المدني يهدف للتعويض المادي خاطر تنجم تكون انت فاتك ربح لحقتك خسارة من اللي صار فيها في ما نعرفش انا قصة تحديدا، والقضية الجزائية تنجم تثيرها انت كيما نجم يثيروها اذا انت مش نحكي انت كان نرمين المالكي لا فماز نحكي له اذا كان حاجة مست هذا ما حكيناش عليه ولازمنا نقولوا فكرتني من دولة معلومات معطيات ناس انت توا مهنية انت وعندك سرية متاع عندك سر مهني سرية المعلومات هذه حق دستوري سرية المراسلات كيف مساجاتك اللي قاعدة تجي فهمتي خوله لك القانون أنا نربط هذا أنا مش نهول في الأمر أما هو مهائل بطبعه أنا راها جاري مختيرة برشا اختيرة بمعنى مهمة وخطيرة بمعنى خطيرة معنى خطيرة معنى خايبة تنجم تتحصل فيها تعويض مادي وإذا لقيت هالهاكر هذا المخترق هذايا مش باش ندعي به المخترق اللي عمل هذايا فعقوبته باش تكون زاجرة وهذا الصعوبة في هذا أنك تلقى شكون الاخترق فقط هو بعد قلت لي هو كوسيلة للحل باش تتكلم عن المنفذ ولا هو باش يعمل معاينة وبعد مع وكيل الجمهورية دونك قداش تقعد المدة هذايا اليوم مدة البحث خلينا نقول واحد ترجع للقضاء هل من جنيوش على زملائنا القضاة هذه ترجع للقضاء معناها تشوف محامي ولا تشوف فهمت زاد باش ما يقولوش زملاء محامين علاش ديما على تمشي له
كل حد اختصاصه المدة ما نعرفش شنو اللي تاخو. أما هاني نقول لك فما حاجات فما معني منشور يقول مش منشور قانوني معني منشور في الانترنت تقريته اللي هو يقول لك في أمريكا مثلا تلقاها عندك في في أمريكا للكشف فقط أو باش نجاوبك أوترومون هنا أما للكشف على الجاني فقط ما أقلش باش يستغرق الوقت 287 يوم 86 يوم من أكثر من عام قريب عام باش يكشف على الجاني فقط للكشف على الجاني هذا المتخفي خاطر هاكر مش باش يجيك مخترق مش باش يجي سودان طويلة شوية طويلة شوية باغ كونتخ زادا في حاجات فما حاجات ظاهرة معناها داخلية اون بارونتيز تبارك الله نتاعنا معناها وزارتنا وزاراتنا معناها إدارتنا متمكنة خير من برشا دول أخرين إدارة خاصة بالسلامة المعلوماتية وغيره ووكالة الوطنية ما ذكرناهاش السلامة المعلوماتية مهام دورها زادا اللي لازم زادا تعلمها باللي صار باش تحمي نفسك لتولي انت زادا مو سائلة ملا على معلوماتك اللي تكون قد تكون خرجت للعموم إذا كان ما تشكيش تولي بعد فترة كان خرجت للعموم من قبل الشخص المجرم هذي تتعاقب معه ما تتعاقب على السر انت وخرجت حاجات غيرك انت تنقب ما طيت بس ملح كيمي عندك مخزنة باريكزوم فين نلقاها دور في الفيسبوك وتصورها باريكزوم وانا ما نهبطش مثلا هاي ما مش نولي نحاسبك انت اثبت انت اللي انت تعرضت للقرصنة ما لذلك علاش حتى عبدي يقول لا يا مش مشكل تو نديزاكتيفيه هالكونت ونطفي ذا ونسامح على يكون كذا ونعمل كونت اخر لا هو بخلاف الغرض المادي يكون غرض اكثر منه معنوي نفسي مهني استهداف يكون تنكيل والابتزاز يخاف منه اكثر باش يوصل بالطبع لهذا ودونه تبقى اذا ما كملناش معلومه اللي دولتنا بلادنا ساهره الفي شغل المواضيع هذه اللي عندنا حتى معاهدات دوليه في الامر اما اذا تحب الدوله تقوم بمهامها دوله في اجازتها ما نحكي الاجازه اللي هي بالهلا هذوما راهي تنجم تنجم وبالله حبيت حاجه نقولها اي ثانيه بركة البوسه اللي تعرضت للهجوم دانيرمون مثال هو هكا كي جاي هاكر من عباد ما نعرفوهمش معناها متخفين وجونات وكذا كي جاي هاكر تونسي قال لك عرف شكون قرصان هو قرصن وعرف اساليبه قرصن السيت نتاع البريد نتاع المقرصنين معناها عرف اي عرف المقرصنين ولا حب يعاون اجهزه الدوله فهو بيدو ولا مسائل بالله كيما كان نفذ المعلومه وكيفاش انت دونك لهنا لازمك تبلغ ما تسكت كيف المبلغ على باش تحمي روحك سواء من شخص يحمي من المبلغ وتحمي نفسك من اثاره اللي تجي حبيت نقول لمين معناها دعوه لبلادنا ميساج كي نعولوا على طاقات حتى ولو هي مقرص هي هما قراصنة وهذا العالم ماشي فيه معناها استعين بقرصان انت باش تطيح قراصنة عصابات اخرين قرصان يخدم لك معناها طاقة هو حاجة لازمنا نعرفوا اللي هي حاجة قاعدة ادوات فما برشا وفما كيفاش نحميه ولازم نبداو بالحماية للحماية من القرصنة عندنا برشا ادوات تنجم تحمي حسابك من غير باش ما نوصل الوقاية كيما قلت تقول طبيبتك خير من الهدايا اللي يصير لنا والموضوع طويل ومتشعب سامحونا كان نحكيو اكثر مع مختصين في السلامة المعلوماتية عن حماية الحسابات من الناحية الإلكترونية وال قرصنا برشا فما جوستومون 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 شكرا لك أستاذة يعطيك الصحة على كافة المعلومات الأستاذة بسمة الحكيمي عند المنافذ ويستير شكرا عطاي نختموا بها شكرا لكم على الدعوة إن شاء الله كنا خفيف ظل شكرا على قبول الدعوة أكيد هكا نخلطوا آخر موعدنا من التراث لازم نحكوا ضحكة لازم أستاذة دونك شكرا لكم الفريق الكامل أمل بالسليمان محمد دينوني وجدان نرمين الملكي كنت معكم نورا الميكرو ملتقانا غدوة في نفس الموعد في لمن الناس الكل.